تحت شعارات مناوئة للاحتلال وللمطالبة بوقف الحرب الإجرامية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، يعود التقليد السنوي في كفر يسيف وأبو سنان لينظم الحزب الشيوعي والشبيبة الشيوعية مسيرة الأول من أيار التي جابت الشوارع كما كل عام. هذه واحدة من صرخات الجماهير العربية بأننا لسنا فقط جزءاً من الشعب الفلسطيني، نحن جزء من الجرح الفلسطيني ومن القضية الفلسطينية. هذه صرخات أهل الجليل من أجل إيقاف الحرب والعدوان الرهيب والدموي ضد الأهل في غزة. تتخذ هذه المناسبة أهمية استثنائية، بحيث أن الشعارات التي سترفع لن تكون فقط من أجل العمال ومن أجل حقوق العمال والشغيلة، إنما أيضا شعارات سياسية فيها التضامن مع شعبنا العربي الفلسطيني في هذه المجزرة اليومية المستمرة في غزة، وفي المجزرة السياسية بحرمانه من حقوقه، من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة. هذا ما يتجمع عليه الناس هنا والرفاق، وهذا يعني صوت شعبنا ويجب أن يصل. رافقت المسيرة محاولات الشرطة الإسرائيلية بمنع بعض من الشعارات المرفوعة، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من المشاركة بالمسيرة التي تأتي هذا العام بموازاة ظروف اقتصادية صعبة تعصف بالمواطنين العرب والطبقة العاملة على وجه الخصوص، فيما تعزز الحرب المتواصلة من استهداف الطبقات المستضعفة في البلاد. اليوم نحن هنا في هذه المسيرة، في هذه المظاهرة، مظاهرة أول أيار، لنقول كفى، كفى للحرب، كفى لإبادة شعبنا، كفى للعنف، كفى لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، نعم لإسقاط هذه الحكومة المتطرفة، ونحن مع طبقة العمال، ونقول عمالنا الأشاوس كل عام وهم بألف ألف خير. مهمة أساسية أن نتضامن، مش بس نظام نطلع على الشوارع نقول كفى للحرب، أوقف الحرب والقتل والدمار الذي يحدث في غزة وكل المناطق المحتلة. شرطة بني كبير كل الوقت تلاحق وتحاول تضيق وتحاصر، وكل شيء ينعمل ضد الحرب وهي تقف بضده. للأسف نحن في أيام الفاشية هي في صلب القرار، والعنصرية هي في صلب القرار، وهذه نتيجة حكومة الدمار والاستيطان والاحتلال نتنياهو وبني كبير وسموتريش للأسف. حاول المتظاهرون كسر قيد الصمت والخوف الذي تحاول المؤسسة فرضه على المطالبين بإيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة في الداخل، لتشكل مسيرات الأول من أيار التي شهدتها البلاد مؤخراً امتداداً لحراك شعبي وجماهيري مستمر يطالب وقف آلة الحرب المدمرة على غزة.